بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد اليوم احنا اخر يوم بالوحدات التدريبيه بالعراق للذهاب الى اوزبكستان لخوض نهائيات اسيا. استعدينا استعداد جيد جدا، كل اللاعبين بجاهزيه تامه ان شاء الله. قدرنا نلعب مجموعه من المباريات ومجموعه من المعسكرات خلال 3 أشهر اللي مضت، وايضا من المباريات الوديه المحليه ايضا خضنا بعض المباريات الوديه. انا اعتقد البطولة بطولة مهمة، تعتبر أفضل بطولة في قارتنا، من عندها الذهاب إلى كأس العالم للشباب. فإحنا رايحين على مبدأين، اللي هو المبدأ الأول نهايات الذهاب إلى كأس العالم، والمبدأ الثاني لقب البطولة. طبعا هو مو الطموح من هذا الكلام أنه إحنا رايحين ومصممين أو مقررين على أنه نكون أبطال للبطولة، لكن إحنا عندنا لاعبين جيدين، عديناهم إعداد ممتاز، وعندنا الثقة بهؤلاء اللاعبين أنه يقدمون بطولة ممتازة. أيضا الرغبة كبيرة عندنا بذهاب عدد كبير من لاعبينا إلى المنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني خلال السنتين القادمة. فأنا أشوف فوائد كثيرة في هذا المنتخب إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله جميع اللاعبين جاهزين وباستطاعتهم أنه يقدمون للكرة العراقية ما يليق بهم ويليق بسمعة الكرة العراقية. إضافة ذلك الاتحاد العراقي يعني دعم المنتخب بشكل جيد جدا من خلال تواصل رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي خلال الفترة اللي مضت والفترة الحالية. فأعتقد من واجبنا أنه نقدم كل ما لدينا، إذا كنا على مستوى الجهاز الفني أو على مستوى اللاعبين، من أجل شعار هذا البلد ومن أجل شعار هذا العالم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا عيوني. شكرا.